تحت رعايتي سيادة المطران جمال دعيبس مطران اللاتيني في الأردن، اختتمت فعاليات تدريب مدراء مدارس البطريركية اللاتينية الذي استمر عاماً كاملاً بالشراكة مع أكاديمية القيادة والإدارة في لبنان. وقد قدمت دورة الدكتور ريمون الخوري، وذلك في لقاء ختامي عقد لمدة 3 أيام. نال خلاله مدراء ومديرات مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن شهادات دولية معتمدة. وقد عقدت الدورة على مدار 160 ساعة تدريبية استفاد فيها المشاركون مبادئ جديدة في الإدارة والقيادة الذكية. Leadership and Management Academy يلي مركزها ببيروت اهتمت بتدريب 25 مدير ومديرة مدرسة من مدارس بطريركية اللاتين بالأردن، وأخذوا كلهم شهادة Educational Coaching. هالشهادة هي شهادة مركبة، مدتها كانت 160 ساعة، نحن ختمناها هلأ بثلاث أيام تدريب مباشر لتقنية هيرمان برين دومينانس، الهول برين تكنولوجي. كانت إذا بدك البرنامج كان يعتمد على بناء مهارات المدير، جميع أنواع المهارات المدير الشخصية والعاطفية والنفسية والإدارية والمهارات التربوية خلال برنامج كامل. اشتغلوا على المنتورشيب، كيف بيقدروا يكونوا منتورز، واشتغلوا كيف بيقدروا يكونوا كوتشز. فمن بعد 160 ساعة من العمل أونلاين وهلأ حضوري، اليوم ختمنا بشكل رائع الحمد لله، وبينت الاستفادة وبين النمو ونالوا شهاداتهم بحضور سيدنا. وطبعا نحن الى جانب العمل معهم نحن عم نشتغل مع مجموعه من المعلمين لتحضيرهم للمنتورشيب، مجموعه من المعلمين الاخرين يلي هن معلمي التعليم المسيحي كمان التعليم الديني كمان عم نشتغل معهم، وان شاء الله الانشطه التدريب رح تكفي مع مؤسسه هالمدارس. من افضل الاستثمارات بالحياه هي انك تستثمر بالشخص، تعطيه قيمته، تعطيه شعوره بنفسه، حتى يقدر انطلاقا من هاي القيم انه يقدم اكثر ويخدم اكثر. من استثمارنا بمدرائنا في المدارس وحتى يحملوا الرساله بالشكل الكامل وبالشكل الصحيح، بدانا بهذا الدبلوم من حوالي سنه واكثر مع الدكتور ريمون خوري حتى ندربهم، نعطيهم اساسيات المهاره الاداريه حتى يقدروا انه يطوروا انفسهم ويطوروا ادائهم في المدارس. فاليوم نحن عم نجني هذا الثمر بعد هاي الفتره الطويله، حتى بالفعل يقدروا مدراءنا يعودوا لعملهم لخدمتهم لرسالتهم بكل تقوى وبكل قوة وبثقة جديدة حتى يبنوا على اللي أخذوا ويبنوا رسالة ومنطلق جديد. من رؤية مؤسستنا مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، وبحب أنوه أنه عدد مؤسساتنا التربوية 42 مؤسسة تربوية بين مدرسة وروضة، بلعب بناء القدرات والتطوير المهني والتنمية المستدامة لمدراءنا وكوادرنا ومعلمينا جزء كبير، يعني هاد جل اهتمامنا وعنايتنا. لذلك تم بناء المحتوى التدريبي وانتقاؤه بعناية بالتعاون مع أكاديمية القيادة والإدارة في لبنان حتى تستمر المسيرة. كذلك قام كل مدير مدرسة بالخضوع لاختبار الـ HBDI اللي هو بيبين النمط الدماغي التفضيلي لكل مدير، وهذا بساعدنا انه نحن نتعرف على ذاتنا وبالتالي نقدر نتعامل ايضا مع الآخرين.